الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة قصص السيرة، وعنوان حلقتنا اليوم: جبريل عليه السلام يؤم النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، يعين له أوقات الصلاة. أهم شيء في الدين الصلاة بعد التوحيد، فلينتبه لمثل هذا. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من صبيحة الإسراء، جاءه جبريل عليه السلام فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها في ذلك اليوم إلى الغد. والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بجبريل عليه السلام، فبين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الوقتين الأول والآخر، فهما وما بينهما الوقت الموسع. فصلى جبريل الظهر حين زالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ وضعت يدك هكذا في الشمس بشكل مستقيم، أو عصا أو أي شيء، ما لها ظل، ما في وقت الآن الظهر، ما لها في العصا أو اليد أو أي شيء باتجاه الشرق، يعني زالت الشمس باتجاه الغرب، دخل وقت الظهر. وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، إذا وضعت يد أو عصا أو شيء الظل مثل طول العصا. قال: فصنع كما صنع. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر أول وقت العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب. إذا غابت الشمس وغاب ضوء الشمس دخل وقت المغرب. ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء. ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداة، يعني صلاة الفجر تكون بداية النهار. ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، صلى الظهر في آخر وقت الظهر. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، كما شرحنا لو وضعت عصا صار الظل مثلي طول العصا. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، طالما الشفق موجود موجود وقت المغرب، إذا غاب الشفق صار ظلمة من كل جهة، لأن الظلمة تبدأ من المشرق ويبدأ سقوط الشمس وغياب ضوء الشمس من المغرب. هذا الوقت أول دخول المغرب. إذا غاب الشفق نهائيا، الشفق الأحمر الذي يكون بعد غياب الشمس، خرج وقت المغرب. ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل، ويصح أن يصلي العشاء حتى منتصف الليل. ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، قبل طلوع الشمس يصح صلاة الفجر. ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، ولقت فيما بين هذين الوقتين. وفي هذا الحديث دليل على أن للصلاة وقت أفضلية ووقت اختيار. أفضل شيء الصلاة لأول وقتها، وفي احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة. صلاة العشاء لا يجوز تأخيرها بعد منتصف الليل، آخر وقتها منتصف الليل. كيف يعرف منتصف الليل؟ بعض الناس أخذين الأمر بسهولة، الساعة 12 يسموها صباحا، يعني بالليل نصف الليل. خطأ. الضابط لذلك نصف الليل بالساعات. الليل مثلا 10 ساعات، نصف العشر ساعات 5، تضيف 5 ساعات بعد أذان المغرب، بعد مغيب الشمس صار معك نصف الليل. قد يكون الساعة 11، قد يكون الساعة 11 وربع، وهكذا. وأفضل ما يكون أن تكون الصلاة في الثلث الأول، ومن صلاها أول الوقت لا بأس، ولكن من أخرها بعض الوقت في المساجد أو غيرها فهو الأفضل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز قضاؤها بدون عذر ولا تصح. واحد جالس يتكلم مع أصدقائي أو كذا، طلع وقت الفجر، طلعت الشمس، لا مجال لقضائها، وهو يأثم إثما شديدا. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت:
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. رواه البخاري ومسلم. معنى هذا الكلام أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي الظهر أربعا، لأن أصلا الصلاة فرضت ركعتين، كيف يصليها أربعا المسافر؟ فلينتبه لمثل هذا، كثير من الناس ما يعرفون هذا الكلام، إلا إذا تم المسافر برجل يتم صلاته، يتم قولا واحدا. الحمد لله الشريعة سمحة، الشريعة سهلة، تحتاج إلى تعلم. لا يعني أنها سهلة أن أفعل ما شئت وخلاص والحمد لله وربنا غفور رحيم. هذا ما تيسر إراده اليوم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.